السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الدعية التي دأبنا عليها في شهر شعبان، وهذه الحلقة 27، واليوم نتكلم عن أجمل دعاء للوالدين في لحظات ضعفهما. للوالدان فضل عظيم على الأبناء، ومهما فعل الأبناء لن يوفوا آباءهم شار ما بذلوه لهم من حب ورعاية واهتمام وعناية. وفي لحظات معينة تزداد حاجة الوالدان لدعاء أبنائهم، مثل لحظات الوهن والمرض والحزن والقلق، وفيما يأتي العديد من الأدعية التي يستحب للمسلم الدعاء بها لوالديه في هذه الظروف الحالكة. ونبدأها بالآيات القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب لا تجعل في قلب أمي وأبي من الحزن والهم مثقال ذرة. رب أرزقهما أجمل مما يتمنياه، وأسعد قلبهما ليسعد قلبي يا كريم يا الله. اللهم اغفر لوالدي جميع ما مضى من ذنوبهم، وأعصمهم فيما بقى من عمرهم، وأرزقهم عملا زكيا ترضى به عنهما. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك. اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا. اللهم اشف والدينا شفاء لا يقادر سقما، وألبسهما لباس العافية. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، أبسط على والدي من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدورهما لعبادتك وطاعتك والإنس بك والعمل بما يرضيك. اللهم بارك لهما في عمرهما بركة تنهيهما بها في معيشتهما، تهنئهما بها في معيشتهما، وتلبسهما بها ثوب العافية في قلبها ووجدها وعقلها ووجهها وجسدها. اللهم أغنهما من فضلك، وأعنهما في حلمهما وتراحمهما وذهابهما وإيابهما. اللهم أطل في عمر أبي وأمي مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت،
أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم البسهما العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب. اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تبلغهما إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أمي وبي عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه، اللهم بحق هذا الإحسان أرحم أبي واغفر له وادخله الجنة بلا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم أسعدهم بتقواك، اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم إن أعني وأعنا على خدمتهما كما ينبغي لهما علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لهم. اللهم من قلت وقولك الحق وبالوالدين إحسانا، إنا نسألك رضاك ثم رضا والدينا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم اجعلنا من أحب الناس إليهما ومن أقرب الأبناء لهما، واكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما. اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد. أكرر، اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج هم أبي وأمي، ويسر أمرهم، وأرحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهد قلب أمي وأبي، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم. اللهم لا تحرمهم سعة رحمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنهم مواهبك لسوء ما عندهم، ولا تصرف وجهك الكريم عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أسهل دعاء يمكن المواظبة عليه للوالدين. يحرص كل مسلم ومسلمة على الدعاء بشكل مستمر لوالديهم سواء كانوا أحياء أم أموات. ولتسهيل ذلك على المسلم وعدم نسيانه، يجدر به الدعاء لهما عقب الصلاة أو في أي وقت قبل النوم في الأوقات المباركة في هذه المناسبة السعيدة في هذه الأشهر الكريمة، ليكون الدعاء لهم حاضر طول الوقت. وفي مالي أجمل الأدعية للوالدين وأسهلها لكل مسلم كلمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك كريم تحب العفو، تحب العفو فاعف عن أمي وأبي. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل أمي وأبي من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين إليك. اللهم اسعدهما بقولك الحسن يا رب العالمين. اللهم اجعل أمي ممن تقول لها الجنة اقبلي.
فقد اشتقت إليك قبل أن أراك. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا إخواننا، ونقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وبهذا نختم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.